اليوم معانا كتاب نظرية الفستق 2. والله أنا قرأت نظرية الفستق 1 2، أنت عرفتيني عليه. أنا والله يا رهوفتي قرأتهم 2 لأنه هذا الكتاب كتير بيعني لي. اليوم رح نحكي أنا ورهف عن أفكار ليست حرة كما تعتقد. كل شخص هلأ عم بسمعنا وبيشوفنا متأكد رح يهز براسه بعد كل حقيقة رح نقولها عنه وهو مش عارف ليه بيعملها. يعني رح نعطيكم حقائق أو عادات أنتوا بتعملوها بدون ما تفكروا فيها. ليه؟ بناء على معتقدات مسبقة بعيدة كل البعد عن المنطق. لأنه المنطق يعني شو يعني المنطق؟ يعني التحيز التام من التعصب، من التحيز ومن الآراء المسبقة. إحنا في أشياء بنعملها يا رهوفة بطريقة غير منطقية وبتكون بلت إن بلت إن. يعني للأسف لما نقول أفكار غير حرة، خلينا نقول يعني الإنسان يولد حر، ولكن إحنا بسبب بعض خلينا نقول الأهل، المجتمع، التركيب السيكولوجية، تفاعلك مع بيئتك، فبيخليك تتصرف تصرفات أنت ما بتفكر فيها، بتعملها بطريقة غير واعية. صح. ولكن هي إذا بتفكر فيها هلأ لما نحكي لك إياها بصوت عالي رح تلاحظ أنه هي مش منطقية نهائيا، أنه ليه هيك أنا بعمل، ولا بتشبهك، ما بتشبهك، ممكن تكون ما بتعبر عنك ولا عن شخصيتك ولا عن الأشياء اللي أنت بتحب تعملها. سأبدأ بنفسي. قولي. أول حقيقة، أنا دائما بشتري نفس الماركة والموديل والهاتف. ما بحب إني أجرب إشي جديد، بحب نفس البراندز، الموبايل نفسه. صح. بتعتقدي إنه أنت أصلا ما بتعرفي تشتغلي على التليفون تاني؟ أنا متأكدة، أنا أكاد أجزم، مع يعني أنا ما بعرف. مع إنه أنت بتعرف. أيوة. لو جربتي تليفون تاني رح تعرفي تشتغلي ورح تكملي حياتك إن فرض عليكي، بس قناعتك هلأ إنه أنا ما بعرف أشتغل إلا على هذا التليفون. قال نحن نميل لتضخيم أي ظاهرة اجتماعية تأثرنا بها أو ما زلنا نعاني منها، لذلك منسمع من يدعي بأن العنوسة أو البطالة أو الأجانب وراء كل مشاكل المجتمع بما فيها يعني أنتوا فاهمين كيف هلأ بيكون في تضخيم. هلا في ناس بتتجوز وناس ما بتتجوز، لما بتحطي ليبل العنوسه طبعا في اسباب مشاكلنا. ايوه. وبتصير انت حاسس انه والله هاي بسبب والله التاثيرات الخارجيه. او لما تقولوا بطاله، طب كل العالم فيه بطاله، لما بتعملوا ليبلينج للامور او هيك بتقطروها باطار معين بتصفي وكانها مشكله كتير كبيره. في ناس بتحب تتجوز، ناس ما بتحب تتجوز، ناس ما عندها نصيب. برافو. عادي عادي جدا. برافو. طيب اعطيكم مثال ثاني. قاعد انت بمطعم، اجى الويتر بلش يسرد لك المنيو، مثلا شو عندكم كذا، بلش يحكي لك المنيو، ضلك صافن انت، بس يقول لك مثلا بني عربياتا، هيها جيب لي اياها. ليه؟ لانك ليه؟ تعرفها. لانه غالبا نميل لاختيار اول ما يعرض علينا، فعندما يعرض عليك الجرسون اطباق لا تعرفها تختار غالبا اول طبق تسمعه تعرفه. صح. مليون بالمئة. مستحيل تجرب مثلا بالله شو هاد شو هاد، او لا. تسالي بقى ما في، تسمعي بتقولي. انا بتعرفي مين بدقه على عصبي؟ في ظاهره كمان هاي بعيده عن نظريه الفستق، بس بالمطاعم هلا انت كويتر المفروض انه انت دارس اكثر مني، يعني انت المفروض عارف الاطباق اللي عندك. انا مش بالضروره اكون شيف ولا بالضروره ان اكون على درايه بكل الاطباق العالميه الموجوده بكل الكويزينز، فبتحسي اذا سالتي مثلا شو هاي بتعج عليكي انه يا غبية. يلي مو عارفة. لا ما هو مش هيك التعامل عشان نكون واضحين. سبيشلي كل ما مثلا ارتفع سعره للمحل بتحس الويتر صار حفيده للزلمة. عادي انت ويتر وانا جاي كلاينت بدي اسألك جاوبني بدون طعجة وبدون شوفة حال. مزبوط. هم لانه هو شوفي رهوفي هو بتخيل كمان هاي سايكولوجيا، هو يتبنى المكان اللي بيشتغل فيه. بالضبط. زي اللي بيشتغلوا ببراند، كيف اللي بيشتغلوا بقنوات تلفزيونية كبيرة، هي تعتقد بانه هي القناة. صح. لا انت مش القناة، انا الحكومة. انا الحكومة. بعدين في شغلة مهمة، نميل للاحتفاظ بالذكريات السيئة أكثر من الذكريات الجميلة. صح. لنفرض ست منفصلة مطلقة تيجي بتسأليها عن جوزها، تسرد لك كل تاريخه الأسود، ما بتتذكر لك إيش منيح حمله، لأنه عقلنا يتفنن في الاحتفاظ بالذكريات السيئة أكثر من الذكريات الفرحة. عمرك شفتي بني آدم بيقول لك إنه أنا قعدت مبارح قعدت أتذكر ذكرياتي الحلوة بحياتي؟ شو منعود نعمل؟ منتذكر أسوأ إشي صار معنا بحياتنا ومنبكي ومنلعن الظروف ومنندب حظنا. عمرك أخذت وقت زي ما بتقعد تتذكر؟ يا أخي تذكر الذكريات السيئة أنا معك، بس عمرك قعدت يوم فكرت إنه
هي الحمد لله صار معي هيك مثلا. يي ما أحلى والله هالرحلة اللي رحتها كتير انبسطت فيها. يي ما أحلى هالقعدة اللي قعدتها. لا إحنا بس نتذكر السيء. نتذكر السيء. في كمان نقطة كتير مهمة رهوفة، للأسف إحنا مجبولين على تقبل آراء المسؤولين والأشخاص أصحاب الشأن أكثر من الناس العاديين. لهيك بتضحكنا نكتة المدير أكثر من نكتة البواب، مع أنه البواب ممكن يكون أخف دم مليون بالمرة من المدير، بس مدير السمج إذا حكى نكتة إحنا سامعينها مراراً وتكراراً نضحك. ليش؟ لأنه إحنا من جوا نميل إلى المسؤولين وأصحاب الشأن. إسماعيل هاي كتير حلوة. آه. كلما تقدمنا في العمر أو في السن نعتقد أن المجتمع يسير نحو الأسوأ. صح. ولهذا السبب اسمعوا اسمعوا شو رح تحكي رهف. آه لم أستغرب حين قرأت عن اكتشاف وثيقة فرعونية كتبت قبل 5000 سنة تتذمر من انحدار أخلاق الجيل الحالي. Back then. Back then أيام الفراعنة كانوا يقولوا يا الله الجيل الحالي شو منحدر من 5000 سنة. وإحنا اليوم نعتقد إحنا اليوم منكرر نفس العبارة إنه إحنا شو هالجيل، وين كانوا أهلينا. فهذا إشي يعني خلص زي ما بيقولوها سنة الحياة. سنة الحياة. شوفوا في شغلة كاتبينها بنظرية الفستق صارت مع فهد عامر الأحمدي وصارت معي. ألا وهي ما بعرفش إذا صارت معك موس بروبلي. مرة كنت أنا بإيفنت إجتني صبية هيك لذيذة وكذا، يعني رسمت عني صورة مثالية وقالت لي أنت مثلي الأعلى بالحياة، يعني كلام لا أكاد أستحقه. فأنا بقولها حبيبتي وكذا وهيك، وأنا وأنت غيرتي لي حياتي، وأنت بليز بليز يا ندوش، يعني أنا حلم حياتي أني أشوفك نتصور أنا وياكي سيلفي. قلت لها طبعا يا عمري وكذا. فأنا أستعد لالتقاط صورة السيلفي، تجيني واحدة من ورا بتضربني سحسوح. شو؟ ندوش صديقة الطفولة فضحتك. ندوش الطويلة الهبلة. لا الله لا يوفقك. اشتقتلك. الست شايفني بالعجليلة. هلا بدي أفسر لكم إياها. اشتقتلك كتير حبيبتي وكذا، وبتتذكري ولما كنا ولما نروح والشيبس والشوكولاتة ومش عارفة شو. بتذكرني بعدين بتقول لي والله وصرتي مشهورة يا ندوش والله هيك، عرفتي بهذا الفلو. طبعا. فأنا قلت خلص لا تفضحينا. تخيلوا بأنه بالعقل الباطن للإنسان أنا بهذا الموقف انحطيت أمام نموذجين، نموذج شايفني بصورة مشرقة تكاد تكون مثالية، ونموذج آخر مكون عني صورة طفولية أولية لا يقبل أن يضيف لها أي إضافة جديدة أو أي إنجاز استثنائي. أصدقاء الطفولة مستحيل يعترفوا لا بإنجازاتك ولا بما حققته. ليش؟ لأنه بالعقل الباطن هو لا يقبل بأنه أنت أصبحت متفوقاً عليه، لأنه أنت وياه بدأت من خط واحد. كيف هيك صارت؟ هي لما تشوف نانسي عجرم بتكيف عليها. طبعاً. بس لما تشوف حدا غريب مشهور. بس لما تشوف حدا كان معاها في محيطها، هي لا يستطيع عقلها الباطن أن يتحمل فكرة أنه هاي صارت منجزة ومعروفة ومشهورة. بس أقول لك شو الإشي الوحيد اللي بأصحح لك يا هدول اسمهم معارف الطفولة، أصدقاء الطفولة. إذا ضلوا معارف أصحاب معارف، إذا ضلت صديقتك المفروض إنه هي بالعكس تشوف حالها فيكي. مظبوط. هيك المفروض. إذا اسمها صديقة لا هي مش صديقة. صديقة 100%. هي شخص، هي بنت كانت تعرفني بالحارة نلعب أنا وياها مع بعض قلول يعني. أيوة بالضبط. تخيلوا كيف سيكولوجية الإنسان. صح 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 ص